علماء العراق، الجبال، الشوامخ، حياكم الله وبياكم في أرض الأنبار وفي أرض جامعة الأنبار. حياكم الله وأنتم تزورون هذه المحافظة في مؤتمرها العلمي الثالث الذي تقيمه كلية العلوم في جامعة الأنبار، وبرعاية كريمة من الأستاذ الدكتور مشتاق طالب صالح الندى رئيس جامعة الأنبار، وبإشراف مباشر من السيد عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور عصمة رمزي عبد الغفور. حياكم الله وبياكم في المؤتمر العلمي الثالث لجيولوجيا الصحراء العراقية، علماء الأرض، حياكم الله في هذه المحافظة التي تنير على العراق بصحراء كبيرة الواسع تعطي. أنا الأرض التي تعطي كما تعطى، فإن أطعمتها زهراً ستزهر، وإن أطعمتها ناراً سيأكل ثوبك الشرر. هذا ما قاله عن الأرض أحمد مطر. فسنرى اليوم ماذا سيقول علماء العراق عن الصحراء العراقية وفي هذه الكلية المعطاء. الأستاذ الدكتور وسام هاشم خليل، مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية المحترم، السيد سعد عبيد محمد نقيب الجيولوجيين العراقيين، السادة العلماء الأفاضل كل حسب منصبه وعنوانه، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في أرض جامعة الأنبار وفي كلية العلوم منها. حياكم الله مرة أخرى، ونحن نعيش هذا اليوم في المؤتمر العلمي الثالث لجيولوجيا الصحراء العراقية، وخير ما نفتتح به مؤتمرنا هذا آية من الذكر الحكيم يتفضل بإلقائها الطالب محمد أحمد عبد الله من قسم الكيمياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله،
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبه نستعين. نرحب أجمل ترحيب بالأستاذ الدكتور تحسين علي زيدان عميد كلية العلوم التطبيقية في هيت، فأهلا وسهلا به في كلية العلوم جامعة الأنبار، ولمن ضحى بنفسه لنكون ها هنا جالسين وواقفين ونؤدي ما علينا لشهداء العراق أجمع، نقف لقراءة سورة الفاتحة. آمين. ولمن لا يعرف كلية العلوم في جامعة الأنبار، سنكون وإياكم ولمحة بسيطة عن هذه الكلية التي وصفت نفسها بأنها مختبراً علمياً لإنتاج جيلاً متسلحاً بالعلم والمعرفة. أترككم مع فيلم توضيحي قصير لكلية العلوم. الأنبار مستودع العلم والعلماء الذي لا ينضب من نور العلم والمعرفة، فترى إبداعها ينقش حروفه على صفحات التاريخ الذي لم ولن يتوقف، بل إنه ازداد بريقا بولادة جامعتها جامعة الأنبار التي قالت التاريخ أنا هنا على نفس المسير أسطر في صفحاتك إبداعا وعلما ونورا. فكانت ولادة جامعتنا جامعة الأنبار في العام 1987، ومن ذلك الحين وجامعتنا تزدهر ويزداد بريقها يوما بعد يوم، لتصبح أما ل18 كلية بعلمائها وطلبتها الذين أقسموا أن يكملوا مسيرة العلم وأن يواصلوا كتابة اسم جامعتهم بأحرف من ذهب. فاليوم ملتقانا ليس ببعيد في كلية سطع اسمها في الأعالي، فكانت فرات المحافظة، ذلك النهر الذي رفد ويرفد عراقنا علما ونورا. إنها كلية العلوم التي أشرق نورها في العام 1988 بستة أقسام علمية، وهم: قسم علوم الكيمياء، قسم علوم الحياة، قسم الفيزياء، قسم الجيولوجيا التطبيقية، قسم الرياضيات، قسم التقنيات الأحيائية. فمنذ التأسيس كان مجلس الكلية قد أخذ على عاتقه تطوير واقعها ورسم خطط مستقبلية لتضعها في مصاف الجامعات العالمية. حيث زينت نتاجات الكلية لوحات الشرف ببراءات الاختراع والإنجازات البحثية التي أثرت وتثري عراقنا بالمزيد من ثمارها العلمي الذي لا يتوقف. وما يزيد هذه الكلية بريقا هو بنيتها التحتية الرائعة من بنايات ومختبرات علمية متطورة
مكنت الطلبة والباحثين عن إنجاز التجارب والبحوث العلمية، فكان نتاجها العلمي خير شاهد لها لما امتازت به من عقول متفتحة نيرة لتكسب سمعتها بجدارة وتنحت اسمها في سماء الإبداع. فاليوم يكمل أحد أقسام الكلية مسيرة العلم الحافلة، حيث يقيم قسم الجيولوجيا التطبيقية المؤتمر العلمي الثالث لجيولوجيا الصحراء العراقية على أرض جامعة الأنبار. تأسس قسم الجيولوجيا التطبيقية عام 2008، ويهدف إلى إعداد كوادر اختصاصية في المجالات الجيولوجية المختلفة، والتي تتضمن مجالات الاستقصاءات المعدنية والهندسية والتحري عن النفط والغاز والبيئة ودراسة الأشكال الأرضية لأغراض الاستخدامات المختلفة. وقد اهتم القسم بإدخال مفردات دراسية جديدة تلائم الوضع الجيولوجي المعدني لمحافظة الأنبار. كلية العلوم، منارة العلم والعلماء. من هذا المنبر ومن هذه الكلية تحية حب وإجلال لكل من حضر إلى هنا على أرض جامعة الأنبار التي تزينت بهذه الورود وهذه الجبال الشامخة. أما الآن فمع كلمة راعي المؤتمر السيد رئيس جامعة الأنبار يتفضل بالنيابة عنه الأستاذ الدكتور وسام هاشم خليل مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم جميعا. حقيقة يقف الكلام عندما نقف أمام علماء علم الأرض. أنا اسمحوا لي، سعيد جدا أنه أمثل السيد رئيس الجامعة في إلقاء هذه الكلمة أمام حضراتكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المنتجبين. وبعد، السيد عميد كلية العلوم المحترم، السيد عميد كلية العلوم التطبيقية في هيت المحترم، السيد رئيس اللجنة العلمية المحترم، السيد رئيس اللجنة التحضيرية المحترم، السيد نقيب الجيولوجيين المحترم، السادة والسيدات علماء علم الأرض المحترمون، الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أقدم هذه الكلمة نيابة عن راعي الحفل السيد رئيس جامعة الأنبار المحترم الأستاذ الدكتور مشتاق طالب الندى المحترم، الذي شغلته مهام رسمية تخص الجامعة عن حضور هذا الحفل البهي. إنه لمن دواعي سروري أن أكون واقفا بينكم لأرحب بكم أولا، وليطلع على جهود العلمية التي يبذلها علماء الأرض في العراق العزيز. يأتي هذا المؤتمر ليكرس الأمور المهمة التي على الجميع أن يعيها، والتي من أبرزها أن علم الجيولوجيا هو من أهم العلوم التي عمل عليها الإنسان منذ الخليقة، وهو حلقة الوصل بين جميع العلوم الأخرى. جميعنا يعلم أن تطبيقات علم الجيولوجيا والاكتشافات التي اكتشفها علماء الجيولوجيا هي كانت مصدراً للحضارات،
منذ الثورة الصناعية الأولى بعد اكتشاف النفط. لا يمكن لأحد أن يبني أي منشأ هندسي بالنسبة لعلماء الهندسة إلا أن يستشير علماء الجيولوجيا للاختيار الصحيح للمكان الذي ينشأ عليه هذا المنشأ. ولا يمكن للزراعة أن تتطور إلا بالاستفادة من المعلومات التي يغذيها جيولوجيين في نوعية التراب التي ممكن الزراعة عليها. العلاقة بين الجيولوجيا والعلوم الأخرى علاقة وثيقة، لا يمكن للصناعة أن تزدهر إلا بالاكتشافات التي اكتشفها الجيولوجيين من المعادن والثروات الطبيعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في باطن الأرض. حتى الطب لن يكون بعيداً عن الجيولوجيا. الفرع الجديد المستحدث في الجيولوجيا هو الجيولوجيا الطبية، الذي يعنى بدراسة الأمراض التي تكون في منطقة دون منطقة أخرى بسبب سميت بعض التراكيب اللي موجودة في الأرض أو الطبيعة الجيولوجية لهذه الأرض. لم تكن دول العالم لتدرس علم الأرض في الدراسة قبل الجامعية وتعطيها هذه الأهمية لولا أهمية علم الأرض لتطور العالم بصورة عامة. ورفعت دول العالم شعاراً لا نفط ولا غاز بدون جيولوجيا. علينا أن نعي جميعاً بأن ازدهار الدول والمجتمعات لم يكن ليكون لولا اكتشافات التي اكتشفها الجيولوجيين من ثروات ترتبط بتقدم الدول. كما يتحمل الجيولوجيين مسؤولية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال اللاحقة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة التي نصبو لها جميعاً. للجيولوجيين في العراق دور كبير، فإن المكامن التي موجودة في طبيعة العراقية من ثروات طبيعية ومياه جوفية بالتأكيد لو استغلت صحيحاً ستأتي بثمارها لتطور هذا البلد وازدهاره. أخيراً وليس آخراً، أتمنى لجميع الباحثين بالنجاح والتوفيق في أعمال هذا المؤتمر، وأرجو من الله أن يوفقكم من أجل إبراز التوصيات التي تكون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميلاً لنطور بلدنا والوصول إلى مستقبل زاهر. السلام عليكم جميعاً. شكراً الأستاذ الدكتور وسام هاشم خليل مساعد ورئيس الجامعة للشؤون العلمية على هذه الكلمة. أما الآن فإلى كلمة السيد عميد كلية العلوم الأستاذ الدكتور عصمت رمزي عبد الغفور، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، السيد مساعد رئيس جامعة الأنبار المحترم، السادة المدراء العامون، السادة الضيوف، كل حسب مقامه ومنزله، حياكم الله وبياكم في واحتنا الخضراء في قلب صحراء الأنبار في أعمال المؤتمر العلمي الثالث الجيولوجي الصحراء والذي يقيمه قسم الجيولوجي التطبيقي في كلية العلوم برعاية السيد رئيس جامعة الأنبار المحترم. حقيقة نحن نفخر جميعا بإقامة هكذا مؤتمرات علمية تعالج المشكلات في هذا الصدد وترفع من مستوى جيولوجيا الصحراء في بلدنا العزيز. الصحراء العراقية غنية باحتوائها على ترسبات غنية بالصخور والمعادن الصناعية وكذلك الاحتياطي من الفوسفات والغازات والنفط وغيرها من الثروات التي يمكنها المساهمة في دعم الاقتصاد العراقي إذا ما استغلت بالشكل الصحيح. لذلك فإن المحاور التي تبناها مؤتمرنا هي الجيوفيزياء والجيوكيمياء والصخور والمعادن الصناعية والجيولوجيا التركيبية والتكوينية الهندسية والموارد المائية والجيولوجيا البيئية والنفط والرسوبيات والتحسس النائي وكذلك أخيراً الطبقات والمتحجرات. وقد بلغ عدد البحوث المقدمة للمؤتمر والتي سوف تنشر في مجلات ضمن مستوعبات سكوبس 65 بحثاً، وبعد عرض كل بحث على 5 من المقيمين العلميين من أصحاب الألقاب العلمية والخبرة تم قبول 44 بحثاً بالإضافة إلى 29 بحث للإلقاء فقط،
ومن الجدير بالذكر أنه سوف يعقد على هامش المؤتمر اجتماع لجنة المطابقة الجيولوجية التابعة لنقابة الجيولوجيين العراقيين، والتي تضمنت مناقشة 11 ورقة بحثية. السادة والسيدات الحضور، يطيب لي أن أتقدم بالشكر الجزيل وعميق العرفان لمعالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم ياسر العبودي المحترم على تفضله برعاية مؤتمرنا هذا ودعمه، كما ويسعدني أن أعبر عن عميق الشكر وعالي التقدير للسيد رئيس جامعة الأنبار المحترم الأستاذ الدكتور مشتاق طالب الندى المحترم على إشرافه الحثيث على المؤتمر وتواصله مع الجهات المنظمة له للإطلاع على واقع الاستعدادات. كما ولا أنسى وأتقدم بالشكر الجزيل وخالص الامتنان لجميع زملائي الأعزاء أعضاء اللجان التحضيرية والعلمية ولكادر قسم الجيولوجي بشكل خاص متمثلاً برئاسة القسم والكادر التدريسي وكافة الجهات الساندة للمؤتمر، الذين قدموا من جهود مشكورة في إقامة هذا المؤتمر، حيث كانت لهم بصمات واضحة في إعداد متطلبات والإشراف على المنصة والبحوث وإنجازها. وأسأل الله العظيم أن يكتب النجاح للمؤتمر وأن يحقق الأهداف التي أقيم من أجله، إنه سميع مجيب. وفي الختام يقول الشاعر: أنا الصحراء يا من تجهلوني، أنا البيداء شائكة غصوني، سلوا الأعراب عن حبي وشوقي وجودي بالعطايا إن أتوني، شروق الشمس يغدق في دلالي وعند غروبها عجبا تروني. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للأستاذ الدكتور عصمت رمزي عبد الغفور عميد كلية العلوم على هذه الكلمة الطيبة. أما الآن فأدعو إلى المنصة السيد رئيس اللجنة التحضيرية الأستاذ دكتور عبد صالح فياض لإعلان البدء بجلسات المؤتمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة والأخوات، مع حفظ الألقاب والمقامات، طبعاً قبل ما نبدأ بالمؤتمر أنا أحب أن أوجه شكر وتقدير لهذه الكوكبة من العلماء، اللي لأول مرة شقد حضرت مؤتمرات ما لقيت مثل هذا المؤتمر. العراق كله متمثل وموجود في هذه القاعة، من جنوب العراق إلى شمال العراق ومن شرقه إلى غربه، ولا بد أن أذكرهم. الأخوة، شكراً جزيلاً لأخواننا من البصرة، من الناصرية، من السماوة، من كربلة، من كوفة، ومن النجف، ومن الحلة، ومن بغداد، ومن تكريت، ومن السليمانية، ومن أربيل، ومن دهوك، ومن الموصل لحتى لا يزعلون عن أهل الموصل، ومن كركوك. فشرفتونا أخوان في بين أهلكم في الأنبار